اهلا بيكم في حلقه جديده من اللعبه من يلا كوره. معاكم احمد شاكر. ضيف النهارده حارس مميز جدا، قدم موسم استثنائي مع غزل المحله. ضيف النهارده الموهوب احمد ميهوب. منور يا احمد. اهلا بيك استاذ. بدات ازاي؟ والله انا بدات في ناشئين مصر المقصه، بعدين مشيت من مصر المقصه في سنه 2014. اتحركت كده، رحت ممتاز بيه ودرجة ثالثة، بعدين انتقلت لنادي وادي دجلة، قعدت موسمين، ثم من بعد ذلك رحت نادي غزل المحلة الموسم اللي فات. أحمد ميهوب 27 سنة، حارس موهوب، ليه اتأخرت كتير على ما عرفناك؟ والله ديت مش أحمد ميهوب بس، هو دي بيقابلها أي حارس مرمى في مصر. زي ما أنت عارف إن مركز حراسة المرمى ده مركز حساس جداً، فأغلب المدربين بتتعامل في المركز ده بالخبرات، يعني عايز جون خبرة، عايز جون لعب كتير، عايز جون له اسمه زي ما بنقول، فبيبقى صعب انه ياخد ريسك ويدي لحد صغير في بداياته ويشتغل وياخد الفرصة. فلما ربنا اكرم واراد وجات الفرصة اشتغلنا الحمد لله. قدمت ماتش استثنائي، خدت مان اوف ذا ماتش قدام الزمالك في يمكن تاني ماتش ليك مع غزل المحله في الدوري الممتاز، خدت الثقه دي منين؟ والله يمكن كابتن عباية جمال كان محضرنا كويس جدا للماتش ده، وقعد معايا انا لوحدي واتكلم معايا وقال لي انا واثق فيك وعارف قدراتك وامكانياتك، وان شاء الله باذن الله هنكسب الماتش ده وانت هتكون سبب مكسبنا. والحمد لله كان توفيق كبير من ربنا وهدوء وثقه، اشتغلت كويس في الماتش وجيت في نهايه الماتش سمعت زي الناس مان اوف ذا ماتش احمد ميهوب، فدي بالنسبه لي كانت حاجه يعني دفعه كبيره للي جاي. وكان قدام فريق كبير زي الزمالك، نقدر نقول ان الماتش ده كان بدايه تعارف الزمالك على احمد ميهوب؟ اكيد الماتش علم مع الناس كلها، وخصوصا مسؤولي نادي الزمالك، اللي خلى بعد كده بقى في خطوات تانية بقى. قلت معانا في يلا كوره تصريح بعد الماتش، قلت ربنا عوضني عن اللي فات. اللي فات كان صعب؟ طبعا لما تبقى يعني زي ما بتقول الكاميرا وراها ناس كتيره مجهوله بيتعبوا وبيجتهدوا ومحدش بيعرف عنهم حاجه، انت كمان لما بتبقاش في الملعب بتبقى مجهول، محدش يعرف عنك حاجه ولا عن تعبك ولا معاناتك ولا كم المشاكل والظروف والازمات والعقبات اللي انت بتعدي بيها، فده كان عوض كبير من ربنا ليا، والحمد لله يعني ربنا دايما بيقف جنبي ويساندني. امتى شعرت ان غزل المحله قرب يهبط؟ والله انا ما كانش عندي احساس الهبوط ده خالص، انا كان دايما على مدار الموسم بنتكلم ان احنا تقريبا شبه قعدنا، لان احنا يعني مفنشين الدور الاول تقريبا 26 بونت او 25 بونت، فكانت مصر كلها بتتكلم على اداء غزل المحله وعلى طريقه لعب غزل المحله وعلى نجوم غزل المحله، لكن اللي حصل في الدور الثاني هو ضرب غريب ما يعني مجهول الاسباب بالنسبه لنا، وكانت حاجه غريبه ان انت تقريبا ممكن 8 ماتشات خدنا منهم تقريبا 2 بونت او 3 بونت، فده كان رقم كارثي بالنسبه لنا ومش قادرين نسجل اجوان، كان في ظروف غريبه في الفرقه يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا بنعتذر للناس عن هبوط الفرقه، وان شاء الله باذن الله غزل المحله يرجع تاني الدوري الممتاز. وراء هبوط غزل المحله لغز، تقدر تكلمني تقول لي مثلا سببين من اسباب هبوط فريق بحجم غزل المحله؟ هو انا لوحدي ما اقدرش اقول لك الاسباب، لكن هو كل اللي انا اقدر اقوله لك ان كان في عقبات وازمات وكان في تقصير، كان في لخبطه تقدر تقول في اوضه اللبس، كان في اختراقات لاوضه اللبس. من مين يعني؟ من الاداره ولا من بره؟ لا الاداره حقيقه يعني لا، ناس محترمه ما تدخلوش في حاجه تماما. كلمه اختراق دي صعبه جدا، هل انت تقصد حد من الموجودين في نادي غزل المحله ولا بالخارج؟ الناس في المحله كلهم عارفين مين اللي بيخترق الفرقه، وعارفين ابعاد الموضوع ده وخطورته قد ايه على الفرقه، وفي اشخاص بعينها هم اللي بيتحكموا في النادي. يعني في اشخاص بعينها هم اللي بيتحكموا في النادي، وده معروف لاي حد لعب في غزل المحله، معروف لاي حد من المحله نفسها. فاتمنى الناس ديت تراعي ربنا شويه في النادي، ولان النادي بصراحه ما يستاهلش اللي هم بيعملوه فيه، يعني انا بقول لك بحرقه الكلام ده ممكن يضايق ناس يزعل ناس، بس انا بقول لك غزل المحله اهم من الناس دي واكبر من الناس دي
وهو اللي باقي لجمهوره. فانا شايف ان الجمهور ممكن يكون بيوصل له معلومات او بيتسرب له حاجات خاطئه تماما عن لعيبه معينه، عن ناس بتبقى رفضت التعاون مع الناس دي. فانا اتمنى يعني من كل قلبي ان الناس دي تهدى شويه على النادي ويساندوا مجلس الاداره والجهاز الفني او اللعيبه او اي حد يرتبط اسمه بغزل المحله، يساندوه لحد ما النادي يرجع لتاني لوضعه الطبيعي ان شاء الله. زعلت من جمهور غزل المحله لما هاجمك في ماتش الزمالك؟ لا بالعكس، الناس ديت برضو شالوني على كتافهم في ماتشات كتير، وفي ماتش الزمالك الدور الاول وماتش الاتحاد، ماتشات كتير الناس ديت بتشيلنا على كتافها وتلف بينا الملعب وبتتعامل معاك على ان انت احسن حد في العالم. فطبيعي الناس تزعل منك شويه، لان الناس زي ما قلت لك الناس عندها شغف وشغف كبير قوي كمان. بعد انتهاء الموسم مفاوضات بيراميدز كانت سهله؟ والله تقدر تقول نادي بيراميدز نادي يعني نادي بروفيشنال جدا، وناس محترمه، والتعامل معاهم بيبقى شيك ويعني ما في بيبقى في اي عقبه، لانه نادي بيراميدز يمتلك اللي مش عند حد، بيمتلك المال، والمال هو اللي بيتحكم في كل شيء سواء في الانديه او في اللعيبه. انت لما بتتفاوض مع اي نادي على اي رقم معين هو بيوصل لاتفاق، بتتفاوض مع اللعيبه على رقم معين بيوصل لاتفاق، فالامور بتمشي بسلاسه مع الناس لان هم معاهم القدره الماليه للشراء. فزي ما انت عارف الدنيا تمشي معاهم بسلاسه في اي حاجه. ما عندكش مشكله يا احمد ان انت تنضم للفريق الظهور فيها هيكون صعب؟ هو اكيد انت بتبقى عندك تارجت اللعب مهم بالنسبه لك، لكن هي بتبقى خطوات انت ممكن تبقى شايفها من بره صعبه، لكن لما تدخل جوه بشغلك وباجتهادك وبعملك بتلعب. يعني مثلا انا في غزل المحله انا تقريبا اول ماتش العبه كان في شهر واحد، فقعدت مثلا فتره طويله مش بلعب، فالموضوع بالنسبه لي مش بيبقى بحكم على الصوره من بره، لازم ادخل واشوف بنفسي واجرب. وانت صغير كنت بتحب مركز حراسه المرمى؟ اكيد كلنا لعبنا في الشارع. كنت بتلعب في مركز حراسه المرمى في الشارع ولا كنت بتلعب عادي؟ كنت بلعب الاثنين عادي. كان عندنا ملعب كده في البلد جنب البيت عندي، كان بيبقى 3 ضد 3، فلازم حارس المرمى يزق يعني يزود مع يحاور. فهي كانت بتيجي من هنا بقى، كنت انا بقف جون وفي نفس الوقت بكمل مع زمايلي، فكنت بعرف العب الاثنين في نفس الوقت. في الوقت ده كان مين من الحراس الكبار المشهورين في الدوري المصري كانوا بيشدوك بلفت نظرك؟ والله كان في الوقت ده كان طبعا كابتن عبد الواحد السيد، وكان كابتن عبد المنصف، وكان كابتن عصام الحضري. كان الدوري كان مليان اسماء كبيره طبعا في الجيل ده، جيل عظيم ما شاء الله يعني. احلى جول دخل فيك الموسم اللي فات؟ كان جول حلو لما شفته بعد ما رحت قلت الواد ده لعيب قوي. عمر صفيولة للمقاولين، كان جون حلو يعني، جون دخل جوه ومفروض هيعمل ارتو، راح حطها بوش رجليه راحت في السوكه، لمست صوابعي كده ودخل. احلى صد صديتها من السوكه كانت في ماتش ايه؟ يعني كان في كره امام عاشور في ماتش الزمالك، كان في كره من شكري نجيب في ماتش فاركو، لا كان في اكتر من حاجه يعني، كره محمد محمود ماتش الاتحاد انفراد تام، يعني كان في كذا لقطه حلوه كده في الموسم. لعبت قدام الاهلي والزمالك، الماتش الاصعب يا احمد؟ اهلا وسهلا. والله الماتشين تقال، والماتشين بيحتاجوا ثبات انفعالي وهدوء وتركيز، فما تقدرش تقول ماتش فيهم اخف من التاني لان الماتشين تقال جدا. بعد اي ماتش لعبته وتالقت فيه، هل مثلا في مسؤول في مع الفريق المنافس كلمك او اشاد بيك او قال لك اي حاجه بعد الماتش؟ كان حصل في اكتر من ماتش، بس تحديدا يعني كان ماتش الاهلي اللي خسرنا فيه في استاد القاهره. كان تقريبا لقيت الدكه كلها بتاع النادي الاهلي جات لي بعد الماتش، سلموا عليا وحفزوني واتكلموا معايا كويس، ولعيبه اوفا شوير مثلا ولعيبه كتير في النادي، وكابتن سيد عبد الحفيظ ومدرب الحراس الاجنبي مشيل، واكتر من حد كتير جم اتكلموا معايا بعد الماتش ويعني سندوني معنويا على قد ما يقدروا. على ذكر مصطفى شوبير، شايف ازاي ظهوره الفتره الاخيره وهل ارتباطه باسم الكابتن احمد شوبير ظلمه؟ والله احنا الناس برضو بتحكم بالاسماء او بتاخد بالعلاقات، لكن انت بص عليه في الملعب، اوفا جون موهوب وشغال وبيجتهد وبيلعب في نادي كبير، طبيعي اللي بيلعب في نادي الاهلي مش محتاج يكون ابن الكابتن شوبير مثلا، ولا محتاج ان هو يكون ابن الكابتن اكرامي عشان ياخد ويلعب، لا انت بتلعب في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيهمه مصلحته قبل اي حد، وكلنا عارفين كده يعني، الاهلي عنده شعار الاهلي فوق الجميع. فشوبير مش هيلعب في النادي الاهلي غير وهو يستحق، وانا شايفه جون موهوب وجون ان شاء الله باذن الله يبقى مستقبل لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. لو انت المدير الفني لمنتخب مصر حاليا هتوقف مين حارس اساسي لمنتخب مصر؟
والله انا مش المدير الفني. مثلا يعني هو الراجل شغال وشايف ان كابتن محمد الشناوي وشايف ان الناس يعني بلاش